قال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قيل نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه صاحب الهجرتين وزوج الابنتين والذي اشترى الجنة مرتين رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يبشر بالجنة، قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وتم العشرة، مع أنه مبشر بالجنة. انتبه، يقوم الليل، كان قواما، صلى ذات مرة صلاة الوتر ركعة واحدة جوا جوف الكعبة، ويجوز الإنسان يصلي النافلة جوا الكعبة، صلى داخل الكعبة صلاة الليل ركعة واحدة بالقرآن كاملا من البقرة للناس كله ركعة واحدة. من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن، مع انه مبشر بالجنة. نحن مبشرين؟ نحن ما في حد يبشرنا. امرنا الى الله سبحانه وتعالى. ما عدا عثمان بن عفان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن رضي الله عنه وارضاه. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لكن لاحظ الآية، ربنا قال: والذين يبيتون لربهم. بس خذ خط تحت الكلمة دي، لربهم. يعني لما يقيم الليل ما داير عشان يصبح الصباح يونس الجماعة، قول لهم بالله انتم شفتوا الطيارة وقعت البارح دي زي الساعة 3 كده، شفتوه ولا ما شفتوه؟ قول له ما شفناه. هاي بس انا اخذت لي صحيه كده. مالك يا زول؟ والله بس ده كلام الناس ما بيتكلموا به وكده. في النهايه داري يوصل لهم انه هو كان قاعد يصلي بالليل امس. لا لا، ده ما ينفع. والذين يبيتون لربهم، ما لاحد من الناس، ما عشان يقولوا ده بيصوم الاثنين والخميس ويلقى من وراها مكسب دنيوي. في النهاية في ناس يرفعوا شعار الدين لمكاسب دنيوية عشان بعد شوية يختاروه لمكانة والناس يمدحوه ويثنوا عليه. لا، لربهم سجدا وقياما، ما لأحد من الناس أبدا. ولما يقوم العبد من الليل ليس له، حتى ولو من النهار، ليس له أن يناجي أو يدعو أو يسأل إلا ربه سبحانه وتعالى. ما تبقى زي الجماعة اللي قالوا في الليلة الهادي بنادي سيادي. الليل ده لو بقى هادي وانت صحيت وقت السحر تذكر أن المولى ينادي: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ ربنا بيناديك، تقول تنادي في غير الله؟ في الليلة الهادي قال بنادي سيادي، جملة وفرادي، بناديهم واحد واحد وبناديهم بالجملة. خسران، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خسر الدنيا لانه في الدنيا دي اللي بتناديهم دول كلهم ما عندهم لك حاجه. ربنا سبحانه وتعالى قال: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. وخسران في الاخره برضه كمان. ربنا قال: يدعو لمن ضره، يعني بعبادته له، لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ولهذا عباد الرحمن يقومون لربهم سجدا وقياما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل.